كان أيضا هناك زيارات وجولات في إطار اللجنة الوزارية المكلفة بالقمة العربية والإسلامية بشأن التطورات، من ضمنها لقاءات وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية والمشاركة في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأيضا يوم أمس شاركنا في المؤتمر دعوة إلى العمل للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بدعوة كريمة من جلالة الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والأمين العام للأمم المتحدة، والذي دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في سبيل إنهاء هذا الصراع وإنهاء العملية المستمرة في غزة واحترام القانون الدولي. وفي هذا السياق أيضا نرحب باستئناف المساعدات الجوية الأمريكية في قطاع غزة، والذي يأتي بعد فترة من تعليق شحنات المساعدات بسبب العمليات في المنطقة. كما نشيد بإعلانكم معالي الوزير عن حزمة المساعدات الإنسانية الإضافية لقطاع غزة. كما تستمر دولة قطر في جهودها لإرسال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى أشقائنا في القطاع. طبعا معاليكم لا يخفى عليكم، نحن مقبلون ونحن نعيش حاليا فترة حساسة جدا، نرى أن التوصل لاتفاق فيها هي مسألة مهمة جدا، وهذا الاتفاق يحقن دماء الأبرياء وأيضا ينقذ المنطقة من أن تكون على شفا الانهيار والانفجار. وهذا طبعا نعول على الدور الأمريكي وشركائنا في جمهورية مصر العربية وجميع الدول للضغط على كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب. وطبعا معاليكم كما تعلمون أننا أعتقد وصلنا إلى منحنى لإيجاد حلول مستدامة وليست حلول مؤقتة. كان لدينا فرصة اليوم لمناقشة كيفية التوصل إلى حلول مستدامة تعود بالأمن والاستقرار لقطاع غزة وأشقائنا أيضا في الضفة ولجميع من يعيش في هذه المنطقة. نحن نرى أن الحل الدائم هو الحل العادل بإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية حدود 67، تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل. وكما تعلمون معاليكم بأن دول المنطقة منفتحة بأن يكون هناك خطة سلام واضحة وفقا لمبادرة السلام العربية. وأيضا طبعا رأينا حراك في الجمعية العامة للأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، ونرى أن هذه الخطوة سوف تسهم في حل الدولتين. شكرا لكم معاليكم على تواجدكم اليوم في الدوحة، ونثمن تعاوننا وشراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الصديقة في هذه الأزمة وفي العديد من الملفات المشتركة بين البلدين. شكرا معاليكم. Well, first, it's very good to be back here in Doha, and especially to be with my colleague and my friend, the Prime Minister. ورئيس الوزراء. وكما قلنا أمس في الأردن أن في المؤتمر الذي يؤكد على الدعم الدولي لإنهاء المسألة الإنسانية في غزة، وكما نرى جميعاً هناك كلام كبير جدا في هذا المجال، وتزويد حوالي أطنان من الأطعام والأدوية للمحتاجين في قطاع غزة. كذلك أكدنا على تقديم 400 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية كمساعدات للشعب في غزة، وهذا يقدم حوالي بالإضافة إلى 70 مليون دولار تقريبا قدمت في هذا السياق. وكذلك هذا الدعم أيضا
ونحن نستمر بتقديم هذا الدعم لتقديم ذلك إلى المساجد في غزة، ونحن نستمر أيضا للعمل بكل يوم من أجل الأهل في غزة والشعب في غزة، وكذلك حماية المدنيين أيضا لتأمين أيضا إطلاق سراح المحتجزين. الطريقة المثلى لذلك لإنهاء معاناة الناس في غزة وإنهاء أيضا معاناة الإسرائيليين والفلسطينيين وإنهاء هذه المأساة ومنعها من التصعيد هو وقف إطلاق النار فقط وإنهاء الصراع بين الطرفين. مرة أخرى نؤكد مع وزير الخارجية القطري والعمل أيضا معا لإنهاء وقف إطلاق النار، وكذلك ناقشنا أيضا في أكتوبر 13 وكذا عدة مرات أيضا، وإن مقترح وقف إطلاق النار هو الأساس أيضا وإطلاق سراح أيضا الرهائن أيضا وكذلك الأمن أيضا في المنطقة وإنهاء الحرب وبداية أيضا الإعمار في غزة والعالم بأجمعه fail has been behind this proposal. يدعم هذا القرار ومرة أخرى دول الأخرى وكثير من الدول أيضا يقدمون الدعم في هذا المجال وكذلك المجموعات أيضا السبع الكبرى والسلطة الفلسطينية أيضا وإسرائيل وبالطبع مجلس الأمن في الأمم المتحدة أيضا يقومون في خلال اليومين السابقين وأكد على ذلك بشكل مستمر، ولهذا نحن ننتظر إجابة واحدة من حماس، وكما قال رئيس الوزراء أننا في انتظار هذا الرد. إن القرار على الطاولة لذلك ننتظر الرد من حماس طبعا، واليوم مع رئيس الوزراء أيضا ننتظر بذلك، وهذا العمل مهم جدا. وهنا بشكل عام نفهم أن هذه الصفقة على الطاولة وهي عملية، وأن حماس أيضا يجب أن تقدم مقترحا، وهذه الصفقة يجب أن تقبل، ويمكن أن تجيب حماس على بسؤال واحد وهو نعم، بدل من أن ننتظر أسبوعين وتغير الكثير من هذه المقترحات، وكما قلنا سابقا أن هذه الأشياء يعني غير مقبولة. وكما قال رئيس الوزراء أيضا أن الحرب التي بدأتها حماس في أكتوبر 7 من أكتوبر أثرت كثير على المدنيين الإسرائيليين وعلى المدن الإسرائيلية، والكثير من الناس يعانون من هذه الحرب، لكن في الأيام الأخرى نحن نستمر في الدفع نحو إيقاف هذه الحرب مع إيجيبت لإغلاق هذه الصفقة، لأننا نحن نعلم أن الفلسطينيين في المنطقة في الحقيقة وفي العالم أيضا وكل يتفق على هذا أن هذه يجب أن تتوقف وأن إطلاق النار يجب أن توقف والحرب هذه تنتهي في المنطقة. وكما قال رئيس الوزراء أيضا هناك أشياء مهمة جدا علينا أن نعمل بها لإنجاز وتحقيق إطلاق النار في المنطقة، ومن أجل ذلك ولهذا علينا أن يكون لدينا خطط لإنهاء هذا الصراع، وكذلك المسؤولية أيضا. لشهور نحن نعمل مع شركاء أيضا في المنطقة ومن أجل هذه الخطة، وخلال اليومين الماضيين في المؤتمر والأسابيع أيضا القادمة سوف نقدم مقترحات لعناصر مهمة جدا للخطة ما بعد الحرب، وكذلك الأمن والحكومة أيضا والبناء.
وهذه الخطة مهمة جدا لإنهاء إطلاق النار وكذلك أيضا تحويل ذلك إلى هذه العملية سلام عادلة ودائمة واستخدام هذا السلام وأسسه في من أجل الاستقرار في المنطقة وبالطبع من منذ أكتوبر 7 كل واحد كان واضحا أن هذا يجب أن يتم. الآن لا يمكن أن أتحدث الكثير مع حماس ولكن حماس عليها أن تقدم حلا وعليها أن ولا يجب على حماس أن تقرر مستقبل هذه المنطقة ولا يمكن لها أن تقوم بذلك أيضا. نفتح الآن المجال للأسئلة. السؤال الأول من قناة الجزيرة العربية عدنان بوريم. عدنان بوريم قناة الجزيرة. لدي سؤالان. الأول لك معالي الوزير رئيس الوزراء بخصوص دراسة رد حركة حماس على المقترح، هل نتحدث عن مساحة أخذ ورد مع مسؤولي الحركة بينها وبين الوسطاء أم أن التعليق على التعديلات التي طلبتها حركة حماس سيكون في مساحة الملعب الإسرائيلي؟ وسؤالي لمعالي وزير الخارجية الأمريكي يتعلق بزياراتك الثمانية إلى المنطقة. نحن نتحدث الآن عن نحو 8 زيارات. خلال هذه الزيارات بطبيعة الحال أنت وأيضا مسؤولين في الإدارة الأمريكية قمتم بلقاء عائلات للأسرى الإسرائيليين. خلال هذه الزيارات هل كان هناك أي محاولة أو لقاءات مع عائلات الجرحى أو القتلى من الفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة الاعتداءات من قبل المستوطنين أو حتى الجرحى من قطاع غزة؟ خصوصا أننا نتحدث هنا في الدوحة مثلا هناك نحو 2000 من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة هم وعائلاتهم هنا في الدوحة. شكرا. طبعا بالنسبة السؤال اللي تفضلت فيه احنا امس استلمنا الرد وكما وضحنا في البيان رد حاليا يجري دراسته ومن المؤكد انه راح تكون في اخذ وعطاء سواء كان مع حركه حماس وايضا مع الطرف الاسرائيلي لمحاوله جسر الهوه اللي موجوده بين الورقتين. وهذه طبعا المساعي مش جديده ولا ديناميكيه جديده لعمليات المفاوضات في يومين ودائما هناك يعني مساحة وأخذ وعطاء لأن اسمها مفاوضات في النهاية للوصول إلى اتفاق وليس هي يعني لا يوجد جواب قطعي بنعم أو لا في هذه الأحوال. طبعا نحن نتمنى أن هذه الفترة تكون يعني في أقصر وقت ممكن. كنا نتمنى أن يكون هناك حراك وزخم أكثر في الأيام الماضية لكن للأسف واجهنا كثير من التحديات، لكن كما ذكرت نحن ملتزمون لتقديم مقترحات لحيث نجسر هذه الهوة في وبين الطرفين. سؤال نعم الجواب نعم. قابلت الكثير من الناس الذين يعانون من هذا الصراع. وعندما كنت في الأردن خلال الزيارة السابقة قابلت الكثير من النساء الذين أطلق سراحهم وفي الأردن كذلك وتركت أيضا الكثير من العائلات وأفراد العائلات خلفي لديهم تجارب مريرة والنساء الذين في غزة يعانون أيضا كذلك ونحن في المجتمع الأمريكي هناك فلسطينيين أمريكيون لديهم عائلات في غزة ولديهم عائلة أفراد عائلات قتلوا في غزة في هذه الحرب. I carry with me a little. وأنا شخصيا أحمل معي one of these رسالة individuals gave me with pictures. وصورا أيضا لأفراد هؤلاء العائلات الذين قتلوا في الحرب في غزة. In Gaza. And I have to tell you that. وعلي أن أخبركم their stories. أن هذه القصص. Their suffering.
ذات معاناة كثيرة وتحرك شعور كثير جدا، مثل ما يعاني المحتجزين وكذلك الذين قتلوا في أكتوبر في 7 أكتوبر 2001، وكذلك لابد من وضعنا على المسار المستمر لتحقيق السلام المستمر، وهذا بالطبع وبالضبط ما اقترحناه للأطفال والرجال والنساء في غزة وكذلك في إسرائيل. وعلينا أيضا أن ننظر إلى ذلك ونبحث عن ذلك بشكل جدي. وكما قلت سابقا وأقوله مرة أخرى، أن السم والضرر الأخير الذي يجب أن نتخلص منه وهو الانحطاط الإنساني والتقليل من الشأن الإنساني. وما حصل يشكل صعوبة كبيرة جدا، وكذلك من السهل تعديل ذلك. إذا علينا أن ندفع نحو ذلك، والطريقة المثلى لهذا هو أن نجد عقولا مستجيبة للتخلص من هذا السم الذي يؤثر على الناس والنساء والأطفال في إسرائيل. Thank you both. Secretary Blinken, for you, despite your intense efforts to pressure Hamas, they obviously don't seem to be accepting the deal as President Biden laid out. كما قال السيد بايدن أن حماس لا تقبل مبادرة السيد بايدن، وإجابة حماس رفضت هذه الصفقة. هل تعتقد أن هذه الصفقة ضرورية جدا وهي ميتة، تطور ميتة واستراتيجية الآن لإحياء هذه المحادثات أيضا؟ وثانيا، أن التأكيدات على الضغط على حماس، هل تعتقد أن هناك الوقت المناسب لتقريبهم إلى هذه وجهات النظر من أجل وقف إطلاق النار؟ وبشكل أو بآخر، رئيس الوزراء even with the elaborate three-phase deal that's being created to try and bridge the divide. حتى من الخطط الثلاث أوجه، لابد لا شك أن حماس لا تزال عالقة في هذا الرد، والتي يعتبر أن هل تعتقد أن هذه المفاوضات يمكن إنقاذها من أجل تحقيق وقف إطلاق النار والسلام في المنطقة؟ شكرا مرة أخرى. كما قلت سابقا، بناء على ما قلناه سابقا والإجابة من حماس، معظم المقترحات تغيرت، وقلنا أن الصفقة على الطاولة حاليا، لكن هناك بعض التغيرات. أود أن أسلط الضوء على بعض النقاط، وبشكل أو بآخر في المناقشات والمفاوضات التي تم سابقا توصلنا إلى النقطة أنه إذا كان استمر ما جانبا بتغيير هذه الأشياء والمطالب ويصر على هذه التغيرات، لابد من وضع وطرح الأسئلة. لكن ما رأيناه وناقشناه مع رئيس الوزراء والسلطات المصرية أيضا، نحن مصممون على رأب الصدع بين الطرفين، وأعتقد أن هذا يمكن ذلك. On people saying yes. والناس يقولون طبعا نعم يمكن ذلك، ونقول نحن نعم. وعلينا أن نتذكر أن حماس لديها أيام كثيرة، و 12 يوما لسلام الرد، وكلما طال الأمد كلما طالت معاناة الناس. وهذا ببساطة. Look, Israel accepted the proposal. قبلت المقترح كما هو وكما كان. Hamas didn't. لكن حماس رفض ذلك. أعتقد أن هذا واضح جدا. And we're determined in the coming days. وما نحن مصممون عليه في الأيام القادمة. أن نرى ما إذا كانت هذا الرأب وهذا الصدع يمكن رأبه بين الطرفين، وما إذا استمرت حماس في رفضها لهذا المقترح، فإن أعتقد أن نحن والعالم لا يوجد لدينا أي خيارات أخرى. Regarding, I think
your question about how can we لنا أن نتعامل مع هذا المقترح من أجل وقف إطلاق النار. هذه تعتبر قضية ونعاني منها منذ أمد بعيد، وعلينا أن نؤكد أن نحن بصدد الرأب الصلع بين الطرفين وبين الفرقاء. لماذا تريد حماس وقف إطلاق النار، ولماذا تريد إسرائيل إطلاق الرهائن؟ أعتقد أن ما لدينا أو ما أنجزناه هو طريقة مهمة لرأب الصلب بين الفرقاء، وأعتقد شخصيا أن هذه الدول. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الجانب. We are putting ourselves at stake. Of course, this is as we mentioned many times. It's not an easy process. It's a very complex negotiations. هذا كما ذكرت عدة مرات أنها ليست عملية بسيطة، وهي مفاوضات معقدة إلى حد ما. نحن نفاوض لإنهاء الصراع وبداية التي بدأت طبعا في 7 أكتوبر، ولدينا الكثير من الحزم أيضا التي بشكل أساسي نقوم ونعمل على إنجاز هذه النتائج التي خلقت بعد 7 أكتوبر. ونحن نفكر حول باقي القضايا أيضا المتعلقة بهذا الملف، وكما أكدنا جميعا أن وقف إطلاق النار هو الشيء المهم جدا، وهو حجر الزاوية. السؤال الثالث أسامة جافد، الجزيرة الإنجليزية. Thank you. أسامة بن جافد، الجزيرة الإنجليش. My question for سؤالي إلى السيد بلينكن. أود أن أعود إلى الصفقة التي قلتها على الطاولة وتعملون من أجلها. And as the UN Security Council وكما قال مجلس الأمن أيضا، أن التحقيقات الأخرى حول الجرائم الإنسانية and Israel is already facing a genocide case at the ICC. هناك طبعا عمليات إبادة جماعية كما ذكرت المحكمة الجنايات الدولية. هل الحالة لا تزال كما هي، وما يعني ذلك بالنسبة لك وبالنسبة لإدارتكم؟ سؤالي أيضا لرئيس الوزراء، هل هذا هو الوقت الأول لبداية هذه الصفقة؟ كما قلت أن هذا الصراع بين الطرفين والمفاوضات حول إيجاد الحلول وإنهاء الحرب في ظل استمرارها، هل ما زال هناك أمل لديكم لهذه الصفقة وإنقاذها؟ ما هو مدى الأمل الذي لديكم؟ شكرا لك مرة أخرى. كما قلت مرة أخرى، لدينا مقترحات أن سيد بايدن طرحه مسبقا، وقبلت إسرائيل بهذا المقترح والعالم يدعم هذا الاقتراح، لكن حماس كما قلت أخذت بتغيير وبطلب تغيير بعض بنود هذا المقترح. بعض هذه التغييرات وبعض هذه البنود مهمة جدا لدينا، وما إذا كانت هذه الهوة بين الطرفين كنتيجة لرفض حماس لهذا المقترح أم لا. من الواضح طبعا نعم، هذه الهوة هي بسبب رفض حماس لهذه المقترحات، وكما قلت وكما أعتقد أن في النهاية حماس لابد أن تقرر بقبول هذا المقترح. قرار يعني أنه كلما طال قرار حماس كلما طالت معاناة الناس في غزة، وكما قال السيد بايدن في مقترحه السابق أن الناس يعانون كثيرا، وأنا أتفق كثيرا مع رئيس الوزراء أن الطريقة السريعة للوصول إلى هذا التوقف إلى توقف إطلاق النار الدائم والسريع والمستدام
هو مرابطة بين الطرفين أيضا هو تكرير قرار حماس وقبول لهذه لهذا المقترح الذي قدمه السيد بايدن. عندما يتعلق الأمر بالحرب التي بدأت ب 7 أكتوبر، نحن نعمل ونستمر بالعمل بحرص على وكذلك في ظل القانون الدولي أيضا ومن منطلق حقوق الإنسان أيضا والإدارة الأمريكية أيضا لتقييم ما إذا كانت إسرائيل والآخرين. وكما تعلمون أن هذا التقرير الذي قدمناه قبل عدة أيام لديه بعض التفاصيل وهناك عدة أحداث تتعلق بفقدان الحياة وعمليات القتل وكل هذا التقرير موثق به كل هذه الأحداث. وكما قلت أن تقرير الأمم المتحدة موجود أيضا. مرة أخرى كما قلت نحن مصممون ومصرون على أن إسرائيل والدول الأخرى في ظل القانون الدولي وحقوق الإنسان ولا تنتهك هذه الحقوق وهذا يظل ويجب أن يظل كسياسة وتركز كل يوم على هذه التحقيقات الواردة في التقرير. طبعا أعتقد شخصيا أننا أجبنا على هذا السؤال الذي طرحته ونحن نحاول الوصول إلى وقف إطلاق النار دائم وهي عملية طويلة في الحقيقة ومحبطة أحيانا. لقد قلنا أن سلوك من كلا الطرفين يسير ضد الجهود. نحن نبذل ما بوسعنا لاعتبار أنفسنا كشركاء في هذا الصراع وما نهدف إليه بتحقيق الأهداف المحددة هو رفع المعاناة عن الناس في غزة ومن ثم نسلط الضوء على هذا المقترح ونحن في الحقيقة نعنى ب السؤال الرابع ديفاني سلديكس رويترز. Hi, thank you. شكرا سيد بلينكن. هل تتفق مع إسرائيل لتقييم حماس لرفضها للصفقة وما هي التغيرات التي المحددة من قبل حماس المهمة وغير المهمة؟ هل تؤكد أن حماس مرة أخرى تضمن من الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع هذا المقترح وهل تقدم هذه الضمانات؟ وكذلك في متعلق بحزب الله قد استمر وتصاعد الصراع بين حزب الله وبين إسرائيل في الأيام الأخيرة وبعد قتل قائد من رتبة عليا في حزب الله. بالإجابة على هذا السؤال أخيرا، هل هناك ضغط على تشكلونه على حزب الله في هذا السياق؟ ما تلقيناه الماضية فيما يتعلق بإجابة حماس على المقترح هو تغيير بعض البنود الذي من المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن. ولذلك السؤال الذي يطرح نفسه هو أنه أي من هذه التغيرات هل هي مهمة أم لا؟ وهل يمكن إنجازها أم لا؟ وكما وصفنا ما يبحثون عنه أستطيع أن أخبركم أنه أنا ورئيس الوزراء
نعتقد سويا أن هذه التغيرات علينا أن ننظر إليها على أسس سليمة في الأيام القادمة، وما إذا كانت هذه الثغرات يمكن رأبها أم لا. وأعتقد أن المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن يوجد على الطاولة، والأمر يتعلق أيضا بهذه التغيرات التي تبين ما إذا كان بإمكاننا لجسر الهوة بين الطرفين أم لا، وما إذا كنا سننجح أم لا. هذا من الضروري جدا أن نبذل ما في وسعنا ونبذل قصارى جهدنا لهذا الغرض. وفيما يتعلق في حزب الله، ما قلته في هذا الصراع ولمنع هذا الصراع من الانتشار خارج غزة منذ اليوم الأول ركضنا على ذلك. نحن لا نرغب في رؤية هذا التصعيد مرة أخرى. لا أحد في الحقيقة يبحث عن بداية حرب مرة أخرى وتصعيد آخر خارج نطاق غزة. والحقيقة أن معظمنا نعتقد أننا بإمكاننا ومن خلال المقترحات الدبلوماسية المختلفة، وتحديدا المقترح الذي مبني على المقترحات التي ينص على إعادة الناس إلى بيوتهم. هناك 60,000 إسرائيلي تركوا بيوتهم في غلاف غزة بسبب الهجمات الصاروخية من قبل حماس ومن قبل حزب الله. لابد أن يعودوا إلى بيوتهم هؤلاء الناس، ويجب أن يعودوا إلى بيوتهم. عندما بحثنا نحن والآخرين في هذا السياق من خلال المحادثات الدبلوماسية، الطريقة المثلى لتحقيق ذلك وتمكين المحادثات الدبلوماسية في هذا المسار هو الحل لوقف إطلاق النار في غزة نفسها، وهذا سيرفع التعليل لحزب الله لارتكاب الجرائم في شمال إسرائيل. المقترح يتحدث عن نفسه، هو مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقطر أيضا ومصر. أعتقد أن الحديث عن الضغط الذي نشهده بشكل أساسي من قبل حماس أو إسرائيل، وأمثلة أخرى 6 مايو، وشهدنا الكثير أيضا من التناقضات بين الرسميين الإسرائيليين، وهذا يتطلب الكثير أيضا من الضغط على الجوانب الأخرى والأطراف الأخرى. وكوسيط نبذل ما بوسعنا لجسر الهوة بين الفرقاء. إذن مشاهدينا، كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي بين رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية بن عبد الرحمن ووزير الخارجية.